كتشوف بزاف ديال التصاور في انستغرام زوينين وباغي تعرف كيفاش كيقدوهم، مرحبا بك في هذا الفيديو. احسن حاجه تبدا بها الفيديو ديالك هي الدكه ديالها تاعي. يا ولا فامي، معكم نوفل حماموج، فيديو جديد. تمنى تكونوا دوزتين راكم حسن الله في يكون طوب وبوكوس. بزاف ديال التصاور كتشوفهم في انستغرام وكيعجبوك بزاف وكتقول هاد الناس كيفاش كيقدو. هاد الفيديو هذا نوري لك كيفاش تقاد التصاور ديالك بطريقه احترافيه وغير بالتليفون. اييه وغير بالتليفون. انت ولا انت اول مره كتشوفني، ما تنساش دير لنا لايك كومونتير، بارطاجي هاد الفيديو مع صحابك وما تزابيش. جبت لكم واحد لابليكاسيون اللي سهله بزاف، ومعظم ديال الاوقات انا كنخدم بها، كنصور بالتليفون وكنمونطي بها. يعني معظم الصور مونطين بالتليفون بحال هادي وبحال هادي. لابليكاسيون اللي مونطين بها هي اللايت روم. نخلي لكم ليا صندوق الوصف، دخلوا راه غادي تلقاوها معاك. كتقولوا كيفاش كيقاد خونا التصاور، كيفاش كيقاد هذا التصاور، كيفاش كيقاد. انصيفط لواحد السيد كيعرف يقاد التصاور. لا، ولكن غلط. ما عليك، انت تعلم كيفاش مونطي وغير بالتليفون، تحتاجش للبيسي. ما تعطيش قيمه لشي واحد غادي يتكبر عليك باش يمونطي لك تصويره ولا فيديو. تعلم الراس. نبداو على بركات الله المونتاج التليفون. كما كتشوفوا الشاشه كاينه هنايا، اختاريت 6 ديال التصاور نمونطيو، وماش مونطيهم كاملين، مونطي بعض التصاور. نبداو اول تصويره وهي سهله المونتاج. كتجي هادي في الاول، هادي تزيد بهذاك بلوس، كاينه فوتو في التحت وكاينه حداها بلوس، وتبرك عليها وغادي تاكسبتي لي فوتو اللي غادي تزيدو من لابليكاسيون. غادي تمشي، غادي تبرك على التصويره، يعني غادي تبرك على التصويره يديك، غادي يوريك اول مره. غتلقى ديجا مهاكيا، غتلقى داك الربعه الاولى مكيكونوش مين ما كتكونش مهاكيا، ولكن مين كتكون مهاكيا كيعطيوهم ولا شاريها. غتجي وغادي تبرك في هاد لوميير، دايره بحال الشمس. اوكي، غادي نمونطي قدامكم وغادي تشوفوا قبل وبعد. هنا كتبقى تزيد كتشوف على حسب انت التصويره ديالك، تزيد لها الضو ولا غادي تنقصنا. كنخلي لها انا اكثر هي الضو هكا كما هو. كنجي لهنا كنخفف هذا الكونترا، كنجي لهنايا للثالثه وكنزيدها، كنقصها باش كما كتشوفوا شنو كيعطيك في السماء. السماء بحال كيبين لك الغيان. قلت لكم على حسب تصويرتكم، هاد التصويره هادي مصوره بالتليفون وتمونطات بالتليفون، وديجا راني لايحه في الانستغرام. الانستغرام ديالي زرقاوه لتحت ولا في اللينا. المهم هنا البلونك غادي نخفضوه ميبقاش مجهد، والنواغ غادي نطلعو باش ميبقاش النواغ بزاف غالب لك على التصويره، كتجي خفيفه. مورا ما كندير هادشي هذا كامل، كنجي لهادي بدايره بحال المحراب. هاد المحرار هذا كتشوفوا التصاور ديال انه كيبدل لك من الشجره في الخضر كترد التيني. الطريقه هذه هي اللي كتوري. غادي تجي لهاد ميلونج الفوق كاع هادي، وغادي تبرك عليها، غادي تبرك عليها تختار الالوان. كاين هنا الالوان، كاين الاحمر، كاين البرتقالي، كاين الصفر، وكاين الخضر، وكاين الزرق مفتوح، وكاين الزرق مغلوق، وكاين الموف، وكاين الغوز. هادي الموف والغوز ما غاديش تخدمهم حيت ما غاديش تحتاجهم كاع، والاحمر التيني ما غاديش تحتاجهم. غادي تجي الصفر، الصفر اي حاجه خضراء غادي توليك. شو كيجا عنديو موراها الخضر، الخضر شي حاجه خضراء كتولي كتصفرا. ديجا كتبقى ديما كتميل لليسر، فهمتيني، حيت اليمين كتكون شي حاجه مغلوقه وفي الليسر كتكون شي حاجه مفتوحه اللي غادي تصلح. كنجيو للزرق مفتوح، الزرق مفتوح ما عنديش اصلا، هادي غادي نزيروها لليسر. نتا على حسب نتا لي شنو باغي، وما عنديش هي في الصوره وين نزت هي، كنبين كنوريكم كيفاش الطريقه. هنايا غادي نديها لليسر الزرق، كيما كتلاحظوا ها هما دو هنايا. هنايا غادي تلقاو بان الزروقيه شويه الزروقيه كاينه مزيان، هنايا مزيان. كندوزو الحواف، كيقولوا لهم الحواف، كتردو بشويه كحال شويه هكذا. كنجي لهنايا، كتجي الفيكون كتزيد شويه، ما تزيدش بزاف. هنايا كتخفف، هنايا كتخفف، هنايا حتى هنايا كتخفف. الا شوف الا درناها هكا تجي شكي جايه. هنا غادي نخففوها،
هنا تخفات صافي هادشي اللي كدير هنايا كندير هنا. الا بغيتو شي حاجه راكم كتجربوا بقاو تدخلوا جيبوا شي تصويره وبقاو تجربوا عليها هذا غادي تطلع لكم شي تصاور بشكل بطريقه سهله وتقدر تقادها في قسم 80 دقيقه على حسب نتايا والخبره ديالك واش خفيف ولا لا. بزاف ديال الناس كيبغيو يصفيو وجههم وكاين اللي ما كيعرفش بان هاد لابليكاسيون تقدر تصفي بها وجهك كيقول لا هذيك هي ديال المونتاج فوتو وما كتوصلش للوجه ما كاينش الفيزاج هاد لا خطا هادي تجيو لهنايا الريد دي برو دي برو كان لا ما عرف وغادي نطلعوها وما تنساوش بان خاصكم تحطوها هاد دي تيار خاصكم تحطوها وهاد هنايا غادي تولي لكم شو التصويره كي كانت وشو كي ولات غادي يبان لكم الفيديو بالجيم وشو كي ولات هانتم شو كي كانت مظلامه ياك ما زدتلاش الضوء كانت مظلامه وكاع ما زدت انا الضوء في المونتاج وانا شو كي ولات هانتم ندوزو للتصويره الثانيه مع العلم الا بغيتو الاخر هي هذه هنا ديجا كتونجستراكم ايوا الا بغيتو تونجستريوها كتجيو لهاد ثلاثه د النقاط راه معروفه ديال البارطاج غتبركو عليها غتجيو لهنايا غتجيو للتليفون ها هي دي اونجسترو مو سو اباراي غتبركو عليها غادي تونجستراكم كدي شويه د الوقت على ما هي تونجسترات صافي دابا راه اونجستريا في التليفون عندك غتمشي للكاروري ديال التليفون غادي تلقاها. ندوزو الفوتو الثانيه نختارو نفس الشكل ولينا نختارو بعدو حنايا هنايا نختارو هادي واخا ما عجبانيش انا ولينا نختاروها جاي اصلا خايبه في اللول شوفو كي عديت نديرو لكن ما قلت لكم كنخفو هادي موراها كنخفو تا هادا كنديرو الموان 62 هنايا كنطلعو و هنايا البلون كنطلعو ولا كنهبطو على حسب انتم على حسب التصويره انا التصويره على ما كيبان ليا كندير كنتيستي وكنشوف شكون غادي تولي. غادي ندوزو اللي موراها سوري نمشيو للوان كما العاده ما نحادوش داك جوج اللوالا حيت الا حديتي داك جوج اللوالا تحدي لو بو ديال وجهك غادي تبدل لك اللون ديالك ما تحاولش تحاديهم شو حتى هنايا انت شويه ما ديرش بزاف وما ديرش عاوتاني سهله بزاف هنا وغادي نزيدو الزرق اللي هنا وهنا عاوتاني نزيدو الزرق شوف كيولي هنا الزرق نديرو تغميم موراها غنجيو للحواف هانتوما هادي لا نجيب لها شوف كيف هادشي نزيدو ديال لوبو كنجيو على تنين وتلات هدا و كنجيو لهنا نخفو هدا كيما كتشوفو هاد التصويرة كي كانت هاهي هادي كي كانت و ها كيولات فرق كبير كيمونطيها بالبيسي لا كيمونطيها بالتيليفون شو كي كتطلع و تقدر يكون كيمونطيها بالبيسي ولكني راه مونطاج بالتيليفون بحال لي كتمونطي بالبيسي انا كيجيني صراحة الله و كيجيني ساهل وما فيها ما بقى ندخل البيسي وثقيل وعاد ثاني وشعال ثاني وهذا تليفون ديجا في يديك طاف طاف كضرب في الزربه كتمونطي هانتوما شو كي كانت وشو كي ولات فرق كبير وما زدت لا ضو لا والو يعني هادي راه تقدر تشوفها في انستغرام تقول واو اخونا مونتاج في شكل ولا هذا وليني راه ساهله فهمتيني يعني. ندوزو ندوزو لشي تصويره وحده اخرى مبقاوش كيما وريت لكم راه عاد ندوزو لهادي هادي تشوفوها خايبة عندها فيها ما يتشاف روي الاولى انا كنقول انا وكنشوفها وكتجيني خايبة فهمتيني عاد نتوما وهنا سليمه
كتشوفوا التصويره هنا كي دايره شو كي كانت شو كي ولات ماشي زوينه ماشي زوينه بحال اصلا التصويره ما عادش يعني اش دايره ماشي زوينه ولكن تبدل راه تبدل بزاف د الحوايج راه ما كانوش كاع ما كاينش كاع الغيام باين كنسبا الضبابة عندي فرق كبير. مهم الله فامي هنا غادي نكونو سالينا الفيديو ديالنا. ما تنساش ديرنا واحد لايك كومونتير بارطاجي الفيديو مع صحابك لنرسو الفائده. ما تخليش هاد الفائده عندك بارطاجيها عند صاحبك حتى هو يستافد وما يبقاش يدير قيمه لشي واحد كيمونطي هذا كتبقى كيمونطي بالتليفون ودير له قيمه صيفط كتصيفط له التصويره وكتقول له عافاك مونطيها لي وكذا كيحس براسو. شكرا بزاف تاج ديرو لنا لايك بيس عليكم.